مؤمن قاسي في الجانب المقبل الكويسي تحدث، في الجانب المقابل الكويسي تحدث عن غياب هاري كين، عن غياب سون، عن غياب سيسوكو ايضا، بالاضافه الى المدافع الارجنتيني فويت. لكن لا ننسى من جانب تشيلسي ايضا نقولوا كونتي سي لا بياس ميتراس دو تشيلسي، ستغيب عن هذه سيغيب عن هذه المباراه بسبب الاصابه، واللي خرج في المباراه الاخيره لنادي تشيلسي محملا بعد تعرضه لاصابه على مستوى الركبه. الان تشيلسي يعاني ايضا على مستوى محور الدفاع، ما فيش مدافعين اختصاصيين في محور الدفاع، بقي له فقط روديغار، بالاضافه الى انه كريستيانسن تنقل هذه اجمل اهداف في العشر سنوات الاخيره في مباريات الديربي بين تشيلسي وتوتنهام. ممكن نواصل معك. كريستيانسن سيغيب، مرشح هو الاخر للغياب، خاصه انه سافر اليوم الى ميلانو لاقتناء واقي خاص بالانف لكي يتمكن من لعب هذه القمه اللندنيه امام النادي توتنهام في ملعب ستانفورد في وسط الدفاع. لومبار ايضا محل سخط كبير من طرف اداره ابراموفيتش، لومبار لم يعد يحظى بذلك الدعم الذي كان يحظى به من قبل. نعم صحيح، لومبار ربما تسرعنا في الحكم عن نجاحه في تشيلسي، ولكن يبقى مدرب. اظن لا اظن ان ابراموفيتش تعاقد معه حتى لياتي له بالتشامبيونز ليج او حتى ينهي الموسم في المرتبه الثالثه او الثانيه. اظن ان لومبار يحقق في نتائج لاباس بها، لم تكن له الشيكات الكبيره حتى ياتي بلاعبين من الطراز الاول في اوروبا. تشيلسي كان معاقب بارك الله فيك، يعني لم ياتي، ولكن لا ادري ماذا وقع معه كأهداف، ولكن لا أظن أن لامبارد هو في بداية مشواره كمدرب في المستوى العالي، علينا أن نكون واقعيين. لامبارد عنده لمسة مدرب، لربما إن شاء الله مشروع مدرب كبير، ولكن أظن أنه أتى بسرعة كبيرة. هو شأنه شأن أرتيتا، شأن العديد من اللاعبين القدامى الذين أخذوا زمام الأمور. مي كان واحد لاداج يقول لك أن غرون جوار نو في با فورسيمون أن غرون أونترينور. ممكن لومبارد هو جالس في فترة فراغ، ولكن ما نقلوش من إنجازاته. في الواحد الوقت كان تروازيام، كاليفيا ليكيب الويتيام فينال تاع تشامبيونز ليغ، أعطيك صح هذا الأسبوع. نظن أننا نعيش في ربما مرحلة فراغ تاع تشيلسي، ولكن أن تقول أبراموفيتش سوف يقيله، أظن لا، حيكمل الموسم لومبارد ميدون ظن، ولا على فقط توتنهام كذلك يجب ترويح، هو بدون هجوم مورينيو. نعم مورينيو، اسمح لي مو من نعطيك